شهد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه التغطية المتواصلة عبر هذه الفترة المفتوحة التي نخصصها لمناقشة ما يدور في الشارع السوداني في ظل هذه التطورات المتسارعة. مشاهدينا الأعزاء، يعني على خلفية مجريات الأحداث وتطوراتها، على خلفية تنحي رئيس المجلس العسكري السابق الفريق أول عوض بن عوف وتعيين الفريق أول عبد الفتاح برهان الذي تلا بيانه الأول بعد ظهر اليوم متناولا فيه العديد من النقاط، أبرزها التأكيد على مدة الفترة الانتقالية لتكون سنتين بجانب وقف إطلاق النار الشامل ودعوة حاملي السلاح إلى الحوار ومحاربة الفساد وتفكيك كل الواجهات الحكومية وغير الحكومية الحزبية. في الأثناء أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير أن جميع مكوناته متفقة على أن تكون الفترة الانتقالية 4 أعوام، ورفض المجلس أي تشكيل عسكري يحكم البلاد، وطالب الجيش بتأمين وحماية المرحلة الانتقالية وليس التفاوض أو الحكم. المشهد في الشارع السوداني مشاهدي الأعزاء على ما يبدو يزداد سخونة أكثر من ذي قبل مع هذه التطورات المتسارعة. سنحاول من خلال هذه الفترة التي نستضيف فيها عددا من الخبراء والمختصين والمحللين العسكريين والسياسيين أن نقرأ ما يدور وما هي التوقعات للفترة القريبة المقبلة. أرحب داخل الاستوديو بضيفي الأستاذ الصحفي خالد الفكي. أهلا بك أستاذ خالد. بداية، ويعني تابعت هذا التطور الدراماتيكي في مسيرة الحياة السياسية في السودان منذ أمس مساء الأمس أعلن الفريق أول ركن عوض بن عوف رئيس المجلس العسكري الانتقالي يعني استقالته وتعيين عبد الفتاح برهان ليكون رئيسا جديدا للمجلس العسكري الانتقالي في السودان. ساطة الفريق برهان أدى القسم اليوم، فريق صلاح قوش رئيس جهاز الأمن والمخابرات وطن قدم استقالته. هناك الكثير من الحراك السياسي المتسارع والساخن في البلاد وفي الشارع السياسي هذه الأيام، كيف تقرأ كل هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ومساء الخير على كافة مشاهدي قناة طيبة. يعني فيما يبدو أن الصيف يعني يمر بسخونة حادة جدا على السودان وعلى مواطني السودان. المشهد السياسي السوداني ساخن وأحداث متلاحقة، يعني ربما الحراك والضغط الجماهيري وهو الذي أجبر عوض بن عوف على التنحي وإعفاء نائبه كمال عبد المعروف. ربما تقديرات استجابة لأصوات المعتصمين الذين يرون بأن هؤلاء جزء من النظام المخلوع، فبالتالي يعني كان عليهم المغادرة وإفساح المجال أمام آخرين. إذن فيما يبدو هناك استجابة كبيرة وواسعة وإشارات ذكية أطلقها رئيس المجلس الانتقالي الجديد الفريق أول برهان، فيما يبدو أنه من خلال الجولة التي قام بها أمس وسط المعتصمين والتقى بعض قيادات المعارضة كما علمت، وأدار معهم حوار حول المطالب التي يرونها والرؤية التي يعني هذا قبل أن يخرج ببيانه. نعم، هذا بالأمس. هذا يعني هذه المشاورات تمت قبيل ساعات من إعلان عوض بن عوف تنحيه وإسناد المهام إلى برهان. برهان ربما يجد قبول واسع جدا من منسوبي القوات المسلحة وكافة الأجهزة النظامية، ربما هذه ميزة إيجابية يعني تضاف إلى الرجل خلال هذه المرحلة، ويمكن أن يستند عليه وينطلق عليها لتحقيق عديد من المكاسب. أيضا لدى الرجل حتى الآن مقبولية من خلال إدارة حوار مع شخصيات في المعارضة على رأسها الرئيس الأسبق لمؤتمر الحزب السوداني إبراهيم الشيخ، فبالتالي يعني حتى هذه اللحظة القرارات التي أصدرها برهان يعني شملت عديد من المطالب التي كانت تنادي بها قوى المعارضة على رأسها تجمع المهنيين وإعلان الحرية والتغيير وحلفائه، على رأسها على الأقل ما يعرف بإطلاق قافة المعتقلين آبان التي تم احتجازهم خلال فترة الطوارئ والمحاكمات التي قدمت خلال هذه الفترة، فضلا عن إجراءات أخرى تتعلق وهي مطلبية يعني حول حل كافة المؤسسات والواجهات التي لا تستند إلى إجراءات قانونية.
فيما يبدو أن هذا الأمر يعني إلى حد كبير يريح الشارع ويهدي من ثورة المحتجين، وإن كان ما زالت هناك مطالب يروا أنها لم تتحقق، خاصة فيما يتعلق في الفترة الانتقالية، هل هي عامين أو أقل، أيضا فيما يتعلق بتشكيل الحكومة المدنية وضرورة إسناد الأمر إلى المدنيين وعدم تدخل الجيش، ويعني هم يرون أن الجيش ينبغي أن يكون حارسا وراعيا من بعيد دون التدخل في الحكم و يعني الشؤون المتعلقة بهم. هم يرون بأن مهام الأمن وحفظ السلام العامة هي مسؤولية القوات النظامية على رأسها الجيش. الجيش هو الآن يعني يطرح رؤية مختلفة تماما بأن هذه الفترة الانتقالية أقصاها ستكون عامين، ومن خلالها يتم التوافق مع كافة شركاء العملية السياسية لإنجاز مهمة الحكومة المدنية. طيب خالد، يعني نقاط البيان الذي تلاها فريق أول ركن عبد الفتاح برهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي سنأتي لقراءتها بالتفصيل والتحليل في سياق هذه الحلقة، لكن عموما هذا البيان بالإجمال ماذا اختلف عن سابقه الذي تلاها أمس الفريق أول ركن ابن عوف؟ يعني ما ميز هذا البيان أنه لامس كثير من القضايا التي طرحها المعتصمون، مثل الإفراج عن المعتقلين السياسيين، الحديث حول حل كافة الواجهات الحكومية والحزبية. يعني هناك مطالب بحل مؤسسات التي يعني يعتقد ويرى المتظاهرون وقوى المعارضة بأنها هي ذات سند وثغل واسع جدا لميليشيات المؤتمر الوطني على رأسها يعني الدفاع الشعبي، الشرطة الشعبية، خلافها من المؤسسات الأخرى. فبالتالي يعني كونه يكون ضمن هذا الخطاب إشارة إلى اتجاه لحل كافة الواجهات الحكومية والحزبية، هذه إشارة يعني مبادرة إيجابية تحقق رغبة وأمال المعتصمين بأن هناك حلول غريبة، أو ربما هناك استماع إلى كافة المطالب، وما زالت باب الحوار مفتوح. فضلا عن ذلك أن الآن قوى إعلان الحرية والتغيير هم أعلنوا عن تشكيل وفد ليفاوض المجلس العسكري. بالتالي هذه خطوة جديدة، مما يشك فيه بأن الوفد المعارض أو وفد المعارضة سيطرح الرؤية شاملة لكيفية إدارة الأزمة، كيفية رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح برهان من منطقة جند الحكومة الانتقالية وخلافه من الإجراءات الأخرى. فبالتالي يعني نتوقع أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاورات عميقة واجتماعات مكثفة بين قوى المعارضة وبين يعني المجلس العسكري على رأسه الفريق أول عبد الفتاح برهان. إذن الرجل حتى هذه اللحظة يجد القبول، وإن كانت بعض الأصوات يعني تعتقد بأن فترة العامين هي فترة قليلة جدا لا تكفي لتهيئة وتنقية المناخ السياسي. وهناك أيضا أصوات تتحدث عن أن فترة العامين طويلة، هناك أصوات تتحدث أنها قصيرة. يعني هناك الآن ربما اختلاف أو خلاف في الحياة السياسية أو في التنظيمات السياسية في السودان. أستاذ خالد، أيضا من النقاط التي يعني اختلف فيها الفريق برهان مع سلفه الفريق ابن عوف هو أنه يعني مباشرة ألغى حظر التجوال الذي فرض يعني 48 ساعة فقط عاشتها البلاد تحت حظر التجوال، إيقاف إطلاق النار ودعوة حاملي السلاح للجلوس للسلام. يعني ربما هناك بنود شابه فيها سلفه وهناك بنود اختلف فيها. طيب، من أهم النقاط أيضا التي أشار إليها الفريق أول عبد الفتاح برهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي إعادة هيكلة الدولة ومحاسبة كل من تورط في سفك الدماء، كيف تعلق على هذه النقطة؟ يعني هذه أيضا واحد من المطالب التي دفع بها المعتصمون، بأنه لا بد من محاسبة كافة المتورطون في الجرائم السابقة التي طالت على الأقل المحتجين خلال الفترة الماضية، وبعض عمليات القتل والعنف الشديد ضد المتظاهرين. فضلا عن ذلك يعني هناك مطالبات بإجراء محاكمات كبيرة جدا وواسعة لكل أولئك الذين امتدت أيديهم نحو المال العام
وسرقة المال العام سواء كان على مستوى الدولة أو على مستوى الأجهزة الأخرى. وبالتالي يعني إطلاق الوعود بتكوين المحاكم ومعاقبة ومحاسبة كافة المتورطين هذه برضه يعني إشارة جيدة وخطوة مهمة تغارب ما بين المعتصمين وتجمع المهنيين وحلفائه وبين المجلس العسكري. فضلا عن ذلك كما شفت أستاذ طلال أيضا إلغاء حالة الطوارئ يعني البعض حظر التجوال نعم حظر التجوال يعني القوى المعارضة أو كثير من المراقبين ينظرون بأن هذا الأمر هو يعد خصما على الحريات العامة والحريات الخاصة أيضا تحدثت تقييدها في بيانها عن نعم الحريات فضلا عن ذلك نعم. لا يهيئ ولا يشجع على تهيئة المناخ السياسي باعتبار أن هناك الآن البلاد في مرحلة يعني استقطاب كبير جدا وهناك تنظيمات هي الآن تعقد اجتماعات ومشاورات عميقة وهناك أحزاب ظلت تعاني من الإغلاق ومن ملاحقة قياداتها ومصادرة دورها الآن حق لها أن تمارس نشاط السياسي بكل علن وبكل وضوح. إذن خطوة إيجابية ومهمة أيضا تعد من النقاط المقاربة ما بين تجمع المهنيين وحلفائه والمجلس العسكري. إذن يعني مجمل القول يمكن الإشارة إلى أن البيان الأول للمجلس العسكري الجديد بقيادة الفريق الأول عبد الفتاح برهان حمل يعني رسائل إيجابية وضعها في بريد المعارضة كافة، خاصة أنه جدد الدعوة لحملة السلاح والمعارضة بالخارج، وهنا أنا أعني حركة الشعبية شمال وحركات دارفور المسلحة التي يعني أعلنت في وقت سابق عدم قبول دعوة ابن عوف باعتبار أنه أحد القيادات التي طلع على الأقل يعني حركات دارفور بأنه كان سببا رئيسا في أزمة دارفور. إذن هناك بشرة جديدة ودعوة جديدة يعني أنا أتوقع وأتصور أن الساعات المقبلة ستحمل مزيد من البشريات وتلاقي يعني خاصة بعد الاجتماع المرتقب ما بين المعارضة والمجلس العسكري. نتوقع أنه يكون هناك يعني أشياء إيجابية يمكن أن تسهم وتخفف من حالة الاعتصام إذا لم أصلا يعني تفض الاعتصام سلميا يعني. طيب تجمع المهنيين أستاذ خالد هو الجسم المحرك لهذه الاحتجاجات التي قادت إلى إسقاط حكومة البشير، وأيضا يعني تجمع المهنيين مارس ضغوطه من خلال الاحتجاجات المتواصلة من القيادة العامة للقوات المسلحة هنا في الخرطوم حتى أسقط كذلك الفريق أول ابن عوف. برأيكم يعني هل يمكن أن يقبل الفريق أول برهان رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، أم أن ربما يكون لديه أيضا تحفظات على هذا الرجل؟ يعني نحن نكون بكل صدق وبكل جدية، الوقت يعني يداهمنا تماما في السودان، يعني ليس من مصلحتنا النظر إلى الشخوص واستبدال ابن عوف بالماحي أو ببرهان. يعني نحن نريد يعني ينبغي أن تتفق المعارضة على إعلان ورؤية شاملة وتطالب بعد ذلك من ينفذها بالجدية، ولكن ذهاب فلان وحضور إعلان واختيار يعني شخصية محددة بعينها هذا يعني في ظني مضيعة للوقت، يزيد من الاحتقان، يهدر كثير من الميزات التي ينبغي انه يتسف في اتجاه التسوية السلمية. استاذ خالد اسمح لي معي عبر الهاتف، سنعود للحديث بكثير من التفصيل حول هذه القضية وحول يعني تغيير الشخوص، وهناك حديث عن أزمة ثقة يعني ربما توفر بسبب يعني ممارسات كانت في السنوات الماضية. معي عبر الهاتف الدكتور رشيد إبراهيم استاذ العلوم السياسية بالجامعة السودانية. دكتور رشيد مساء الخير. مرحبا بك الكريم. نعم دكتور رشيد، كيف تقرأ هذا التحول الدراماتيكي السريع في المشهد السياسي في السودان في أقل من 48 ساعة؟ يعني الأمور تتسارع، كيف تقرأها؟ نعم أنا في تقديري أقرأه في إطار الترتيب، لأنه الأحداث والتحولات الكبيرة يظل فيها عنصر المفاجأة حاضرا، وبالتالي هنالك ضغط كبير جدا قضايا الدولة وقضايا البقاء لمنظومة الدولة لا تنتظر يعني الاحتمال، ولكن أفهمه في إطار التركيب ربما أن الظروف التي أدت إلى إبعاد الفريق ابن عوف
كانت واضحة، بالتالي تقديم الفريق برهان إلى رئاسة المجلس الانتقالي ربما عزل من عملية الثقة بين العسكريين وبين المدنيين. كما أن الخطاب الذي يعني تلي علينا قبل قليل خاطب قضايا الاحتجاج والثورة بصورة كبيرة. أولا التأكيد على مدنية الدولة وأن التحول السياسي هو مطلوب، أن التشاور هو وسيلة للوصول إلى نقاط التقاء كبيرة جدا. إعادة هيكلة الدولة تعتبر مطلب كبير جدا تؤسس عليه العلاقة بين مكونات الشباب قضاياهم من بطالة وعطالة وفقر وغيرها يخاطبها هذا الجن. كما أن أعتقد أن القرارات التي اتخذت في هذا الخطاب كما أنها خاطبت القضايا والموضوعات الداخلية أيضا أرسلت رسائل فيها تطمين كبير بالنسبة للمجتمع الدولي في إشارة ذكية إلى إلقاء حالة الطوارئ التي ربما تفسر خارجيا على أنها ذريعة لانتهاكات حقوق الإنسان والتضييق وممارسة الضغط على النظام. كما أن تحلل يعني الفريق برهان من أي مطبات دولية خاصة بالمحكمة الجنائية والعدالة الدولية أيضا يجعل أن هنالك غدر كبير من المغبولية. أيضا التحول المدني ووضع البلاد في المسار الديمقراطي أيضا يضمن المجتمع الدولي كثير الهواجس. طيب دكتور رشيد، يعني برأيكم بعد تسلم الفريق برهان رئاسة المجلس العسكري الانتقالي وأدائه القسم رئيسا لهذا المجلس، الآن هو قدم خطابا أو بيانا أول تلاه على الشعب السوداني، لامس العديد من القضايا كما ذكرت، برأيكم أهم القضايا التي اختلف فيها مع سابقه أو أهم البنود التي اختلف فيها مع سابقه وجعلته ربما مقبولا نوعا ما، يعني حتى الآن يعني لم يصدر بيان من تجمع المهنيين يعني يعلن فيه قبوله أو رفضه لهذه الشخصية الجديدة في رئاسة المجلس العسكري؟ نعم، الخلاف حتى بين المحتجين وبين المجلس العسكري السابق لم يكن خلافا حول القضايا والموضوعات بقدر ما هو خلاف حول شخصية رئيس المجلس. وبالتالي عندما ذهب واعتذر رئيس المجلس تحولت اللقاء وتحول الخطاب السياسي، لكن لا شك أنه الالتزام بالمسار الديمقراطي ومدنية الدولة يعتبر ميزة مهمة في خطاب السيد رئيس المجلس الانتقالي. كما أن اللغة فيها قدر كبير من التصالح مع مكونات الشعب السوداني وأن هنالك أدوار للمؤسسة العسكرية، ونقل العلاقة من علاقة تصادمية وعلاقة مواجهة إلى علاقة تكاملية، لأنه هنالك أدوار ذات طبيعة عسكرية لا يقوم بها إلا المؤسسات العسكرية. كذلك أيضا كذلك هو خاطب المنظومة الأمنية قوات الدعم السريع التي يعني وجهت بإشاعات وتعبئة سالبة في الفترة الأخيرة أثنى على دورها في الموقف من التظاهرات، وكذلك أدوارها التضحيات التي قامت بها يعني في الصحراء الكبرى وفي دارفور وفي كردفان جنوب كردفان وفي الدمازين. أيضا هذا يضفي على المنظومة الأمنية التي تدير هذا المشهد غدر كبير من الثقة وعرفان، يعني كما إزداء العرفان لأهل السودان. أيضا يجب أنه الأدوار الكبيرة أن تحفظ لأنه الحافز المعنوي له قيمة في نفوذ الناس في مثل هذه المنعطفات. نعم، طيب دكتور رشيد، يعني ربما اتفق الخطاب أو بيان الفريق برهان مع 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 البيان الذي تلاه أو الطرح الذي طرحه الفريق ابن عوف بالأمس في 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 تشكيل حكومة مدنية، هما ربما اتفق الطرفان أو اتفق الحكومتان في هذا المنحة، لكن هناك سؤال يعني يفرض نفسه الآن، هل القوى السياسية الموجودة الآن في الساحة هي متفقة مجتمعة يمكن أن تجلس للتفاوض مع المجلس العسكري، أم أنها تعاني من انشقاقات وانقسامات كبيرة كما حدث في المرحلة السابقة؟ نعم، واضح أنه مستوى التناقض بين مكونات
المعارضة السلمية المدنية سواء كان في واجهة التغيير وكانت هو نداء السودان. هذا التباين لا 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 يحدم القضية الوطنية. أنا أعتقد إنه نحتاج إلى أن نتفق على القضايا الأساسية ومن أن نترك التفصيلات للتحاور، لأنه لا أحد يدعي احتكار الحقيقة أو أن يدعي أنه هو الوحيد يعني في هذا الفراغ. بالعكس، هؤلاء الشباب يمثلون كل المجتمع السوداني وكل خلفياته الفكرية، وحتى إن لم يعني يجانبني الحق هم ليسوا تسيري اكتراس يعني بالأحزاب والكيانات، لأنهم يعني ضاقوا، فما ينبغي لأحد يعني أن يدعي حصريا أنه المتحدث باسم الشعب السوداني وأن له هو الحق. كل له سهم وكل له دور، نحفظ الأدوار ومن ثم نترك القيادة التي تواضعنا عليها لأن توزن هذه الأغدار وهذه الموازين، وبالتالي تأتي المشاركة ممثلة لكل الناس، وهي مرحلة انتقالية يعني ليست مرحلة نهائية. المرحلة النهائية دائما يكون الحديث مصوبا نحو البرامج الانتقال السياسي وقضايا الدستور وهيكلة الدولة ومعاش الناس يعني، وليس الصراع يعني حول من يتولى. الذي يتولى هو الذي تأتي به صناديق الاقتراع يعني. ولذلك كانت تجربة انتقال سوار الدهب في حكومة قومية من المحايدين والشخصيات الوطنية كانت جنبتنا هذا الحراج يعني، أردت أن يذهب المجلس العسكري في هذا الاتجاه أيضا. أشكرك جزيلا دكتور رشيد إبراهيم أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية. أعود لكم مجددا أستاذ خالد الفكي، يعني كنت تتحدث عن الحركات المسلحة، هناك كانت دعوة واضحة من رئيس المجلس العسكري الانتقالي للفريق أول برهان أن جدد الدعوة للحركات المسلحة لأن تأتي وتجلس للحوار. في 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 جزئية سابقة أمس أحد ضيوفي تحدث عن أن هناك بعض الحركات يعني لديها تحفظات واضحة للمشاركة في المجلس أو في حكومة يشكلها ابن عوف. اختلف الآن الوضع، برأيكم هل الآن البيئة أصبحت مواتية ومهيئة تماما لعودة كل الحركات التي حملت السلاح بمختلف تسمياتها وأحجامها؟ يعني هو الآن عمليا يعني يمكن أن نقول أن حوالي 90% من مطالب المعارضة خاصة التجمع المهنيين وحلفائه والمعتصمون تم إنجازها والوعد والإيفاء بها من خلال البيان الأول لرئيس المجلس العسكري. ويعني يصبح من غير المعقول أن تنادي بإنفاذ كافة المطالب وأنت تقف في الطرف الآخر، يعني ينبغي أنك تستجيب لدعوات الحوار، تفاوض من جديد. الآن الوضع يختلف تماما، أنت الأرضية اختلفت، نعم الأرضية اختلفت والشخص نعم اختلفوا، يعني أنت زمان حجة المعارضة أن المؤتمر الوطني هو ممسك، أن المؤتمر الوطني يعني يتلكى، أنه يراوغ، أنه صاحب تكتيكات سياسية في التفاوض وأخلافه. الآن الوضع مختلف تماما، هناك حكم عسكري، مجلس عسكري انتقالي، وضع سقف زمني، هناك فرصة جديدة لتهيئة المناخ وفق رؤية كافة القوى السودانية. يعني لماذا نحن نتمترس في ذات المواقف وفي ذات الآراء؟ الآن الوضع يعني في مستجدات كثيرة متلاحقة، مياه كثيرة تعبر من تحت الجسر، ينبغي على القوى المعارضة بالداخل والخارج انتهاز هذه الفرصة، على الأقل يعني طرح الأوراق أمام المجلس العسكري، على الأقل من باب إحراجه، يعني التعرف على ماذا سيفعل. ولكن عندما تقف في الطرف الآخر وتنادي بتلبية كافة مطالبك وتنظر بأن الأمر يعني مشروع، يعني أعتقد أن هذا لا يقدم للأمام بل يؤخر السودان. يعني نحن الآن نتحدث عن مرحلة جديدة أساسها الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة وتفكيك مؤسسات الحزب لصالح بناء الدولة ومؤسساتها. فبالتالي يعني بناء مؤسسات الدولة لن يتم وأنت تقف بعيد، لابد أن تكون في ذات الطاولة تفاوض، تحاور، تدفع برؤاك بكافة يعني الأفكار التي يعني تعتقد بأنها يمكن أن تجعل السودان يشارك فيه كافة القوى السياسية.
نعم استاذ خالد، يعني ما ميز خطاب الفريق اول عبد الفتاح برهان الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي هو انه، وخالف فيه سلفه بالمناسبه، هو انه اعلن الانحياز الكامل لمطالب الشعب السوداني وترحم على ارواح الشهداء. دعنا يعني ننظر سريعا في سيره عبد الفتاح برهان. رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح برهان من منطقة جندته غرب مدينة شندي، تخرج من الكلية الحربية الدفعة 31، خاض معارك عسكرية أيام حرب الجنوب قبيل انفصال جنوب السودان. برهان الذي كان قائدا للقوات البرية لمع نجمه مع القرارات التي أصدرها الرئيس المعزول مؤخرا بإجراء تعديلات في قيادة الجيش عقب تصاعد الاحتجاجات الشعبية في فبراير الماضي. عين البشير برهان مفتشا عاما للقوات المسلحة بعد ترقيته من رتبة فريق ركن إلى فريق أول. بحسب مصادر إخبارية فإن برهان ثالث ثلاثة أبلغوا البشير بعزله من رئاسة البلاد الخميس. سيرة الرجل العسكرية تشير إلى أنه أشرف على القوات السودانية في اليمن وقضى الفترة الأخيرة متنقلا بين اليمن والإمارات. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، لازم نتواصل معكم في هذه التغطية الخاصة المباشرة على قناة طيبة الفضائية والتي نتابع من خلالها مجريات الأحداث وتطوراتها على خلفية تنحي رئيس المجلس العسكري السابق الفريق أول عوض بن عوف وتعيين الفريق أول عبد الفتاح برهان الذي تلا بيانه الأول بعد ظهر اليوم. نتواصل معكم مشاهدينا الأعزاء، فاصل قصير ثم نعود لنواصل القراءة التحليلية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء، نتواصل معكم في هذه التغطية الخاصة التي نحاول من خلالها قراءة واقع الأحداث في السودان في ظل هذا التطور المتسارع وفي ظل هذه التغييرات السياسية التي تشهدها البلاد منذ يومين الماضيين. أجدد الترحاب بضيفي داخل الأستوديو الأستاذ خالد الفكي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أستاذ الفكي، يعني الآن هناك ربما إشارات، يعني لا أدري إذا كانت هي أنتم بحكم متابعتكم كيف تقرؤونها، وهي بداية هذا الموقف لقائد قوات الدعم السريع، كيف تنظر إلى موقفه الآن؟ يعني أنا أعتقد أنه هذا الموقف غير يعني مستغرب من الفريق حميتي، لأنه هو أول القادة العسكريين الذين نبهوا لخطورة ممارسة العنف والاتجاه للحلول الأمنية مع المظاهرين، بل يعني من أوائل يعني بدء هذه التظاهرات أعلن صراحة بأنه يعني هو ضد الإجراءات الحكومية التي تمارس ضد المواطنين، خاصة فيما يتعلق بحجب أموال المواطنين في البنوك وعدم التصرف فيها واللجوء إلى الخيارات الأمنية لتكون أحد الحلول الرئيسة للزجر ووقف التدفقات الشعبية. يعني بالتالي حميتي الآن يحسب إليه بأنه هو الآن أعلن مناصرته ومساندته للشعب السوداني، وهذا هو سند جديد للمعتصمين وللمعارضة التي يعني هي الآن تمتلك كت رابح في يدها، باعتبار أنه يعني القائد حميتي أعلن صراحة بأنه يعني بل يعني هو كشف مزيد من المعلومات خلال أحد اللقاءات التي يعني برزت خلال اليوم، بأنه يعني نصح الرئيس المخلوع البشير أكثر من مرة بأن لا بد من منح المزيد من الحريات، مزيد من الإصلاحات الحقيقية، عدم اللجوء إلى وسيلة التخدير وسياسة التكتيكات ضد المواطنين وضد القوى السياسية الأخرى، لأنه يعني حذر من أن ذلك سيقود إلى حالة من الفوضى وعودة البلاد من نقطة يعني يصعب الوصول إليها. فحميتي بالتالي يعني هو الآن يسطر تاريخ جديد، خاصة بأن يعني قواته وحميتي يعني كانت في وقت من الأوقات يعني الآن ينظرون إليه نظرة سالبة، وأن قوات الدعم السريع يعني لها ممارسات سالبة ضد المواطنين خاصة في دارفور. الآن يعني كأنما يعني حميتي والدعم السريع هي الآن تثبت عكس ذلك، تؤكد ولاءها للمواطن السوداني وحمايته، بل يعني هو أعلن رفع يده تماما
من ممارسة أي عنف ضد المتظاهرين. حتى وربما هذا العكس يعني ارتياحا على الشارع السوداني الذي كان خلال فترة طويلة جدا يعني يشعر بقليل من الريبة تجاه هذه القوات. يعني هذا موقف ربما بعث بكثير من الطمأنينة إلى الشارع. بل 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 يعني هو الآن يكاد يكون هناك صيغة كبيرة جدا يعني تم يعني من خلال الإجراءات والمواقف الإيجابية للرئيس أو قائد الدعم السريع حميدتي ومنسوبيه صيغة توفرت ما بينه وبين المواطن، خاصة على الأقل على مستوى ميدان الاعتصام، حيث يعني ظل المعتصمين يبادلون منسوبي الدعم السريع الود والتقدير والمعاملة الكريمة. إذن الآن حميدتي هو يعد لاعب رئيسي وجديد في المسرح السياسي بتلك المواقف، فضلا عن أنه أثبت قائدا كبيرا ويمتلك أفق وأمني وعسكري واسع وسياسي حصيف جدا من خلال انحيازه للمواطن. لأن يعني في تصوراتي أن الأجهزة العسكرية والأمنية جاءت أصلا لتوفير الأمن والسلامة للمواطنين وليس لاستخدامها وممارسة العنف ضد المواطنين مهما كانت الإجراءات. فبالتالي الآن حميدتي، بل أنا يعني علمت على حسب ما تناقلت بعض المواقع في وسائل الاجتماعي بأن حميدتي هو الآن انضم إلى المجلس الجديد، حيث يعني كنت أسألك عن هذه لأنه كان اعتذر عن المجلس السابق. نعم، يعني هو اعتذر عن المشاركة في مجلس ابن عوف. يعني هو الآن هناك معلومات وتسريبات بأنه أعلن قبوله بالانضمام إلى مجلس برهان. إذن هذه مرحلة جديدة تؤكد على أن القوات المسلحة وقيادتها الآن على قلب الرجل الواحد، بأن برهان هو الخيار الأوحد لكافة منسوبي الأجهزة الدفاعية والعسكرية والأمنية، مما يبشر بأن هناك حلول قريبة في الأفق ربما يعني تبشر بانفراج على باحة القيادة العامة بانفضاض المعتصمين، ربما يعني خلال الساعات المقبلة حال التوصل إلى ما تبقى من بنود ترى المعارضة بأنها ضرورية حتى تكون ضمان للمرحلة المقبلة. المعارضة تخشى يعني حتى هذه اللحظة بأن انفضاض المعتصمين من أمام مقار الجيش، تخشى بأنه الانفضاض يعني عدم الاستجابة للمطالب والإذعان إليها. ربما ما زالت هناك بعض الشكوك في الأمر، ولكن الآن يعني أتوقع بأن الاجتماع وما يحويه من مخرجات سيوفر لنا معلومات جديدة، ويعني أتوقع أن تكون هناك صيغة متبادلة بين الأطراف وضمانات جديدة يعني تبشر بمرحلة جديدة تشارك فيها كافة القوى السياسية السودانية. طيب أستاذ خالد، استقالة الفريق أول صلاح قوش رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني، هذا الاسم الذي يعني له ما خلفه من من من, من وله ما حوله من 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 أحاديث، اسم يعني اسم مثير للجدل، قدم استقالته نهار اليوم من قيادة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، برأيكم هل هذه الاستقالة كانت مفاجئة؟ يعني أنا في ظني أن الاستقالة لم تكن أصلاً كانت هناك إشارات بأن الفريق غوش ربما يتقدم استقالته. هناك خصوصاً وأن المجلس العسكري الأول تحدث عن أن غوش هو كان من قادة التغيير. نعم، من خلال يعني متابعتي لمجريات الأحداث والإشارات التي يعني تكون هنا وهناك، يعني أتصور أن الفريق أول غوش لم يكن راضياً بدءاً عن طريقة معاملة الحكومة مع الأوضاع الاقتصادية. بل الرجل بعد تعيينه ظل منكبا على معالجة الإشكالات التي طالت الملف الاقتصادي، وظل حريصا على إيجاد المعالجات الجذرية للمشكلات الاقتصادية التي كانت هي أس الأزمة الراهنة. فبالتالي كثير من الإجراءات الحكومية يعني غوش كان ضدها على الأقل خلال الفترة الأخيرة، بعيدا عن تاريخي في الفترة الأولى من حقبة الإنقاذ. يعني خروج غوش من مؤسسة الجهاز الأمني وعودته مجددا يعني بدلت كثير من المفاهيم، وجعلت الرجل يدرك كيفية التفكير الإيجابي في مصلحة الوطن، في مصلحة المواطن، وليس في مصلحة النظام. يعني غوش قبل خروجه من الجهاز وعودته
يعني هناك مياه كثيرة عبرت من الجسر، هناك مفاهيم كثيرة يعني تم تعديلها في ذهن الرجل، وتبدو ذلك من خلال كيفية التعامل التي يعني ظلت يتعامل معها الجهاز مع قيادة العمل السياسي وخلافه. يعني على الأقل لم تكن هناك حدة يعني في هذه الفترة مقارنة بالفترات السابقة التي تولاها غوش. يعني الفترات الأولى لإدارة غوش للجهاز كانت هناك يعني كل معلوم بأن هناك كان في تجديد، وهناك في عنف، في عمق قمع للسياسيين، في تضييق على الأحزاب، كانت هناك إشكالات حقيقية تواجه المناخ السياسي. يعني الآن هذه الاشتغالة في ظني هي يعني مبررة طيب. لماذا هي مبررة؟ لماذا هي مبررة أستاذ خالد؟ أرجو أن تجيبنا كل هذا فاصل قصير ثم نعود لنتحدث بكثير من التفصيل عن هذه الاستقالة، هل هي جاءت تلبية لمطالبة الشارع، كيف تنعكس على الواقع السياسي والأمني. فاصل قصير ثم نعود لنواصل.